ندلي بكل هذه التعديلات في هذه السانحة، ولكن على أهم التعديلات التي نراها مبررا لدعمنا ومساندتنا للدستور. أولا، هذا الدستور جاء لتقليص حكم الفردي في الجزائر، الحكم الفردي والتسلط الذي عانت به الجزائر طيلة 20 سنة. نفس يعني الفقرة الثانية في هذا الموضوع، نفس الموضوع، أنه رئيس الجمهورية تنازل عن الكثير من الصلاحيات التي كانت موجودة في صلاحية الجمهورية ولصالح منصب رئيس الحكومة أو الوزير. الثاني نراه مهما، وهو التوازن بين السلطات. لأول مرة في الجزائر نشاهدوا بلي كان توازن بين السلطات، سواء التنفيذية أو الشرعية أو القضائية، ما كانش تغول السلطة التنفيذية كما كان سابقا. والدليل على ذلك أن لأول مرة في حياة الجزائر تكون ممارسة ديمقراطية فعلية عن طريق موجودة في أحكام الدستور.